مسيو الكسندر، انتم كمان موجودين في عده اماكن في العالم، مش بس في لبنان ولا في دبي ايضا. مزبوط. هلا بس اذا 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 باقل من دقيقه، فاذا جدي بلش فيها بال 1936، بي عمومتي هن كانوا اربع اخوه كملوها بالسبعينات. كيف يعني كملوها؟ يعني جابوا مكانات، يعني من 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 الاربعينات للسبعينات كان ندق البوزه ورا البيت، يعني كانوا يعملوا البوزه للنهار، ما كان في ولا برادات ولا مكانات يحافظ على البوزه. بالسبعينات جبنا مكانات، شفنا انه بدل ما ننطر ساعة تنعمل 3-4 كيلو بوزة، رح فينا نعمل يمكن 20-30-40 كيلو بساعة، وبلشنا نفتح محلات بلبنان. نحن تالي جيل، أنا مسؤول عن الديفلوبمنت بالخليج. تالي جيل نحن صرنا مزبوط، أكيد عنا تقريباً 40 محل بلبنان، بس موجودين كمان بفرنسا. صرنا 7 سنين فتحنا بفرنسا وبساو باولو كمان من سنتين ثلاثة، وأول مرة بنعمل ديفلوبمنت بالفرانشايز موديل بالإمارات، والهدف أنه نكبر بالخليج.